أحسن الله إليك يا شيخ. نأخذ الأخ محمد من الزلفي، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. السلام. حياكم الله يا شيخ. الله يحييكم. كيف حالكم؟ نعم بخير الحمد لله. شيخ، شخص سيذهب إلى جدة لأداء عمل وسيمكث فيها تقريبا 3 أيام أو 4 أيام، إذا أراد العمرة من أين يحرم؟ إذا كان نوى العمرة من بلده يوم يقدم إلى جدة فيحرم من الميقات، من الميقات الذي يمر به في طريقه. أما إذا كان وصل إلى جدة بدون نية عمرة ثم بدا له بعدما كان في جدة بدا له أن يعتمر، فيعتمر من يحرم من جدة، من المكان الذي نوى منه. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ.